أول سؤال غنجاوب عليه هو مشاركتي وحضوري في مهرجان موازين. أول حاجة مشاركتي في مهرجان كبير وعالمي، فأنا بالنسبة لي هذا المهرجان يعني هو رقم واحد في حياتي المهنية. بالنسبة لحضوري أكيد جد مسرورة وفرحانة بزاف، لأني غنتلاقى مع جمهور كبير كبير وعنده واحد نكهة خاصة به، يعني جمهور موازين كيبقى جمهور موازين بالنسبة لي رقم واحد في حياتي في كل شيء. شكرا. السلام عليكم. اسمي عاطف سليمان من جريدة الأخبار من مؤسسة أخبار اليوم بمصر. تابعتك قبل كده في موازين في أكثر من مرة. عايز أسألك سؤال بصفتك يعني أشهر الذين يغنون شعبيات، ليه الأغنية الشعبية المغربية ما خرجتش عن إطار المغرب العربي؟ وشكرا. وهل بذلت مجهود لذلك إنك أنت حاولت تعمل محاولات لده؟ شكرا. شكرا. مرحبا بك ومنور في دارك الثانية. أول حاجة أنا ما كنغنيش غير الشعبي، أنا فنانة شعبية أكيد وأفتخر، لكن أغني الراي وأغني غزلت الشعب المصري بأغنية مصرية مع مشاركة الملحن الكبير عصام كاريكا. غنيت عراقي، غنيت لبناني، يعني أنا عندي ما شاء الله بئر ديال الألوان والأنماط. إذن هنا بالنسبة للأغنية الشعبية بالعكس، الأغنية الشعبية برزت وخرجت برا المغرب، والدليل أن هناك فنانون كبار منهم حسين الجسمي وماجد المهندس غنوا شعبي مغربي. بالعكس الأغنية الشعبية فرضات نفسها ووجودها والكل يتغنى بالشعبي. شكرا على سؤالك. على تانا شكرا. ربي يخليك عليك. بالنسبة اليوم إن شاء الله أنا درت بريباراسيون غير تبارك الله، أنا والشباب مدة أسبوعين وحنا كنوجدوا كنهيئوا، درنا تدريب، درنا بروفات باش اليوم تكون واحد اللوحة فنية نعبروا فيها بالباس ديالنا، بالكلمات ديالنا، بالأغاني ديالنا، بلي شو غتشوفوا اليوم شي حاجة جديدة من القديم من جديد، ولي شو اليوم غيكونوا مختلفين إن شاء الله. نتمنى يعجبكم وينال إعجابكم إن شاء الله. سلمى الشان، صحفية في إذاعة إيت راديو. شرفي. في 2016 مع تعاون بين لوب وبين دي جوان، وبدات التوقيت تقريبا من 2016 2017 ما شفنا حتى شي تعاون مع فنان شاب مع العزمة الدولية، دونك كيف تنقدروا نشوفوا تعاون شاب وشكون بأغنية عصرية شبابية؟ نعم. وشكون الفنان اللي تبغي تختاري تشتغلي معاه؟ شكرا على السؤال. لا بالعكس، يلاه غنيت مع الفنان الشاب نعمان بالعياشي، والأغنية ما شاء الله نجحت ونجحت نجاح اللي هو كبير. بالعكس أنا كنتعاون مع كاع الشباب، ما عنديش هذه الفكرة ديال أنني نتعامل مع شباب غير. والأغنية ديال علاش مع نعمان بالعياشي هو تبارك الله غنى مزيان وكان الفيديو كليب مزيان وعطى أصداء طيبة، وإن شاء الله لي ما لا عاوتاني نتعاملوا مع شباب مغاربة، علاش لا إن شاء الله. نديرو شوية هذا الشيء هادي أكيد نديرو ليكيليبر. تفضل أستاذ. بعد أستاذ اوكي نجاوبك على السؤال الاول. اول سؤال كان عندنا مشكل ديال الوقت انا والفنانه رحمه رياض، وانه ملي كتكون هي عندها الوقت باش نطلع انا لقطر، لان هي مقيمه في قطر، ما كيكونش عندي انا الوقت. ملي كيكون عندي انا الوقت هي ما كتقدرش تجي عندي، لقيتها اللي لقينا الوقت حملات وولدات. الوغ باقي النصيب ما حكمش ان شاء الله، ويلاه نزل ديو ديالها مع نصيب، وحنا في نفس الشركه يعني كاملين، ان شاء الله ينزل قريبا ان شاء الله. بالنسبه لسؤالك الثاني، بالنسبه للجينيراسيون ديالي كنتكلم على نفسي وعلى لالين ديالي، انا رقم واحد. ناخذ سؤال هنا ومن
بعد سؤال الأستاذ وما بقوا تبقوا بعدين تعالوا واحد مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفقين لي اليوم. اليوم غادي تكوني طبيعة مسألة خلال العادة. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. كذلك غادي تكون فنانة جنات. فبما أنك تجي فنانة غربية ويجي فنانة غربية واش نقدروا نشوفوكم في فيديو بجوج شي حاجة جديدة وكيف ما كنقولوا بهذا المثال سبيسيال. السؤال الثاني الاغنيه اللي خرجت نجاح كبير هي تحت عنوان زعقه زبيده ماشي زعتر ربطه صافي غير واش عمر شكرا على السؤال شكرا لا فريمون كنا محتاجين نضحكوا بالنسبه لسؤالك احلام شكرا شكرا على سؤالك فكريني في السؤال الاولاني ديو ايه لما لا علاش لا قال ديو لا تحيه كبيره الفنانه جنات فنانه كبيره ما شاء الله عليها شوف انا اي واحد مغربي ينتمي الى المغرب فانا احبه ندير معاه اي حاجه في الفن ما عنديش مشكل ما عنديش حس مشكل ما عنديش حساسيه كاع وبالنسبه للسؤال الثاني واش عمر الفنانه تاع ديك السنه حسيت بانها شي مربوطه مي بيان سور حنا كاملين تربطنا الله يجعل الربطه خفيفه اوكي اهلا اميمة عندي اون كيستيون سي لا ديال ديال الاعمال ديالك من عدد المشاهدات على ريزو سوسيو من الاولى وحلال حضور ديالك في مهرجانات السهرات سؤال جميل السؤال الثاني لا عدد المشاهدات ليس بمعيار نهائيا لانه هادشي ديال السوشيال ميديا وهادشي ديال التكنولوجيا انت كتعرفي كيكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي نقدروش نطرقوا لهم اللي كيقن اللي كيعطيك التقدير ديال الفنان بالنسبه لي انا وهو السهرات واش كيجيو الناس يخلصوا في الباب يدخلوا يتفرجوا فيك واش كتحطمي رقم قياسي في نسبه الجمهور اللي هو مسكين عادي خدام الاسبوع كامل وكيقدر يجي يخلص واحد المبلغ اللي هو مسكين دايز فيه ويجي باش يشوفك هذا هو الحب اللي انا كنشوفه انا كنشوف راسي فيه ما بالنسبه لي نمبر وبالنسبه لي شيخ هذاك الشيء كله ما ماشي هو ماشي هو المعيار شكرا على السؤال اسمعوا مساء الخير معك تقي الدين التاجي مساء الموقع الاخباري نيشان بوائمه نيشان عندي سؤال مركب كي تكون من شقين كما شفناك اخيرا في واحد البرنامج التلفزيوني صرحتي بان اعلى اجر ديالك هو 300 مليون مع 10 سنتيم من الدرهم 300 مليون 300 مليون الاورو كنشوفوك ايضا كتحيي حفلات مهرجانات خليجيه اخرها ربما اوفسي الرياض نعم البعض كيتسائل على ماذا في كل هذا الشيء هذا نعم علاش الزينه الدوليه مازال كنشوفها كتغني في النوادي الليليه واش هذا الشيء زعما سؤال جميل من جهة أخرى الشق الثاني ديال السؤال وهو على قبل المداخل كلها والزينة الدولية كتأدي